عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من السينما الآن، برنامج يقترح عليكم كل الخميس ضيف وجه من وجوه السينما التونسية وفيلم لون متراج نتفرجوا فيه في آخر السهرية. ضيفنا الليلة هو ماهوش معروف، مخرج شاب تونسي، عنده أفلام قصيرة، عنده زادة يكتب شعر، ممثل زادة، هو فنان نتعرفوا عليه. مهدي زهديلي، عسلامة. يظهر لي عندك شنو تقول لنا توا؟ 24 تصويرة في اللحظة، ضحكة دمعة وتنهيدة من القلب. نهرب في رود موفي ما بين الصحراء وتشينيتشيتا، يعرضني بو وولده، العينين تلوج على بسكليت، تسرقت وعمرها ما تلقات. نلوج معاهم بين أحلام فيليني، مارتشيلو فاخر دولشي فيتا يبكيني. الظلام هبط على جويدو وهو يرعش هاز إيده، وبضحكته قهر الظلام. بيلا لا فيتا، في تشينيتشيتا تتحقق الأحلام. يتعدى نهار في لحظة ونخرج في الليل من الصالة، كي بوغار طربوشة مايلة. 24 دقة في قلبي، الفم يضحك والدمعة سايلة. برافو. ظهر مهدي، معناتها أنت تحب الشعر برشا؟ تاركوفسكي يقول كو السينما شعر وشعر سينما، بتيتر عنده يافي ريزون معناتها. أما ملي قريته توا معناتها من الشعر اللي عملته هذايا، عملته في 2008 2008 ظهر لي أنت تحب السينما الإيطالية. سيتي من وحي أيام السينماتيك فرونسيز، وقت كنت نمشي الصباح نتفرج في الأفلام نروح كنت في الليل، وتعدي نهار كامل وأنت تعيش في عالم آخر معناتها. سيتي معناتها أحلى لحظات. أحلى لحظات تعيش في عالم آخر، معناتها السينما هو اللي يخليك تكتب ولا كيفاش؟ السينما، أنا نحب السينما، مش با اكتشفت السينما من عمري 10 سنين، من بعد السينما تخليك تكتشف برشا حاجات، خاطر يقول جودار الكارفور معناتها تلقى فيها الفنون الكل. فكي تحب السينما أكيد باش تحب الفن، باش تحب الموسيقى، باش تحب الرسم، باش تحب البانتور، السكولبتور. Ça fait partie معناتها من السينما. dernièrement معناتها في الايام الاخرى عملت عرض للصحفيين لفيلمك، الفيلمك ليلى. وي ليلى. والفيلم هذايا فيه زاد شعر. هو استوار يحكي على حكايه، زوز حكايات، حكايه حب ما بين شاعر ومرته في باريس، وحكايه حب ابوي ما بين بو وولده، معناتها دوز استوار، حكايتين. و فما شعر في الحكايه، فما برشا شعر في الحكايه، في ليماج في الصوره، خاطر الفيلم ابيض واسود. و علاش ابيض وكحل الفيلم؟ على خاطر فما حاجات مواجهه بعضها، يعني راجل امراه بو ولده، ثنائيات معناتها، ثنائيات تونس فرنسا، خاطر الفيلم تصور في البلاستين. فممكن بلس فيلم على الديبيزمون، فيلم على الديزامور، فيلم على فقدان الحب ولا فقدان البلاد ولا الانتماء، مش الانتماء، ما انك تفتقد بلادك، انك تتوحش بلادك. سيتي ان فيلم سوغ سا. برشا انتقادات جاوك من الصحفيين، ولهم علاش انت الممثل بتاع الفيلم، علاش اكحل وابيض، علاش والله علاش يحكي على الحكايه هذيك بالذات؟ نجموا صحفيين ينتقدوا بيان سور، انا نسمع كلامهم، أنا نتحاوروا، مي فما مشكله جوبونس في تونس، فشكون يكتب على السينما ولا شكون ينقد السينما. هو فيلم قصير، يعني انا ما عملتوش وعندي هكا خلفية إنتاجية باش نحبوا يخرج في الصالات نربح منه فلوس، ويعجب هذاك وما يعجبش هذاك، ويعجب النظام وما يعجبش النظام. يعني فما سؤال كبير في تونس معناتها الفعل الإبداعي، معناها اسكو هو معناتها يتعمل واحد بينه وبين روحه يعمل حاجة يحبها يحلم بها، وإلا اسكو مطالب أنه يحاسبوه من بعد شويك عملت هكا ولازمك تحكي علينا، ما تحكيش كان على روحك. قلت يحاسبوه، فهم مش مطالبين باش يحاسبوه، مش مطالب فنان باش. انت كيفاش تشوفها الحكايه؟ انا راه الفنان عنده رؤيه، عنده فيزيون، عنده حاجات يحب يقولها، اللي يحب يتفرج بتاتر يلقى روحه في وسط الفيلم، بتاتر يلقى روحه لبرا، لو كان يلقى روحه لبرا يحاول يدخل، لو كانوا في وسط الفيلم يحاول يخرج باش يرى اكثر. ما فما جدليه في الحكايه، ماهيش انا باش نعمل برودوي هذاك، معناتها ماهيش بوبليسيتي، ماهيش بوبليسيتي باش نعمل برودوي بوبليسيتي للحكايه هذيك باش خليك تشري التليفون هذاك ولا سي انت تو بارتاج كيلكو شوز، انت تجي باش في ساعه ونص ولا في نص ساعه في لي كور ميتراج وتقول للسبيكتاتور راك باش نعطيك حكايه، باش نقترح عليك موضوع ولا ادخلوا معايا في الصاله، الضوء باش يتسكر واقعدوا معايا لداخل، وهو يختار يقعد يخرج. وراو كي جمهور ساعة ما يفهمش فيلم، سي با مش حاجه خايبه. انا معناتها من احسن الافلام في حياتي بيرو المجنون، بيرو الفو، جون لوي غودار، معناتها ريتو على 7 أشهر، كل مره نتفرج شويه نقول شنو هذا شنو، ابخي تفهم وتولي تحب. المخرج زاد يتاثر شويه باللي يعيش فيه، معناتها الاحداث اللي عاشتهم تونس، حتى كان ما كنتش انت في تونس، معناتها كنت مسافر ورجعت من بعد في افريل، اثرت فيك خلاتك تكتب حاجات اخرين بتاتخ، والا تخمم في افلام من نوع اخر؟ والله هند تسال السينما فن ايكونوميك، فيه برشا فلوس، ما تنجمش تعمل فيلم وحدك. انا وقت مشيت لقى روحي في باريس ما نجمتش ننتج افلام، معناتها كانت صعيبه ياسر الحكايه. جات الكتيبه سورتو بالتونسي، هذاك ممكن اللي يعوض لي. هو فما ناقد سينما جزائري يقول لي، قال لي الشعر نتاعك كي نقرا نحسوا افلام، والافلام نتاعك كي نتفرج فيهم نحسوا كي نقراهم. قلت له بتيتر سي انتريسون، معناتها بتيتر فما حكايه هكا نجم نخرجوا بحاجه باهيه بتيتر. مش السينما معناتها ما نعرفش كيفاش لو 24 ديسمبر كملت كتيبه فيلم اللي هو باش نصور اسمه حوريه، فيلم طويل طوله 1.5 ساعة، ابيض واسود زاده، اللي كملته يحكي على حكايه شاعر ان ريفولوسيونير ثوري يهرب من الحبس ويروح للبلاد ويلقاها فيها ايبيديمي، وباء، يلقى الناس كلهم تخرج في النهار، الناس كلهم تخرج في الليل، ويلقى المراه اللي يحبها اللي هي حوريه واللي يحب يمنحها. معناتها كملته قبل فريمون ما تصير اللي صار في تونس واللي شفناه هذاك الكل. الناس اللي يخدموا معايا قراوا السيناريو قالوا لي وقت نراو في الكوفغ فو وتشيك بوينت والعالم كيفاش والدنيا محروقه، ما حسيناش رواحنا في عالم، قبلنا الحكايه، قبلنا الواقع. سيتي غراس اللي قريناه، واقع الفيلم تقصد؟ واقع الفيلم، قبلوا الواقع نتاع الدنيا غراس للواقع نتاع الفيلم اللي شنو في الفيلم. فقلت انا انكونسيامون حبيت نعمل حاجه بتاعت علي سهر. شنو 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 عملت وقت اللي قالوا لك الممثلين هكاكا، معناتها اللي قراو السيناريو؟ والله تفاجأت، خاطر ما حسيتش، ما فهمتش انا علاش كتبت هكاكا، ما فهمتش، فما حاجات ما تتفسرش، معناتها فما حاجه جوستومون تبرر. ممكن هذاك علاش الصحفيين ولا النقاد يسالوا ديما المخرجين، يا اخي شو مهزك انت تعمل الفيلم هذايا اللي معناتها اون ديغي ماهوش موجود في تونس؟ والله نحبوا نحلموا، علاش هو راهو التلفزه هي اللي تحد الذوق العام. نحن كي نجيو نحبوا نكسروا صوره طلعوا صوره اخرى، بتدري تصير اسئله، ما عنديش الاجوبه الكل، نجموا مع بعضنا نشوفوا الاجوبه، علاش عملت هكاك؟ نتفركسوا على الاجوبه مع بعضنا. يعطيك الصحه مهدي، نتفرجوا مع بعضنا في المقطع الاول من فيلم زاد تعدى في جي سي سي، مهدي زهري تعدى في جي سي سي 2010 ريميك لو لوريا قدو مهدي الهديلي. نتفرجوا في مقطع الهميلي، سامحني، نتفرجوا في مقطع ونرجعوا بعض. نتفرجوا في مقطع من ريميك دو لوريا فيلم مهدي الهميلي اللي هو ضيفنا الليله، وكنا نحكيو زاده على كيفاش يتاثر المخرج ولا السينمائي ولا الفنان بصفه عامه بالواقع اللي عايش فيه. مهدي انت ما عشتش معنا الايامات الاولى تاع الثوره 14 جانفي، ومن بعد رجعت، كي رجعت كيفاش شفت تونس، كيفاش شفت الواقع في تونس؟ كيفاش شفت الواقع في تونس؟ سؤال ياسر. فماش واقع، فما خيال في تونس، خاطر الواقع اللي كان موجود قبل فما برشا حقائق تحب تقول؟ لا، فما حاجات اللي واحد ما كانش ينجم يتخيلها باش تصير في تونس، ما كنتش نتصور انا بصراحه. تفاجأت وفرحت طبيعه، ما نحس في الريسبونسابيلتي، الواجب، نحس اللي فما انا برشا خدمه، كي حسيت بالواجب هذايا فما برشا مخرجين حكينا معاهم وقدموا حتى فما اللي قدم افلامه معناتها في مهرجانات في تونس وبرا تونس، حسوا بالواجب هذايا وصوروا الثوره، انت علاش ما صورتش؟ والله يعني باش نصور انا، المشكله فاش في السينما التونسيه ما نجموش نعملوا كلنا كيف كيف، سينو يلزم افلام كيما اللي تعملت ويلزم افلام كيما بالرؤيه نتاعي انا اللي انا نحاول. الرؤيه نتاعك اللي حكيت باغ اكزومبل السينوبسيس ملخص اللي قلته، زيد خدمت على السيناريو، خليت انه الفيلم يكون كانه بوست ريفوليسيون، نشوفوا شنو اللي لازمناش نعملوه باش ما نوجدوش في العالم هذا اللي في اللي ما تعرفش تعطينا نصائح في الفيلم. نو 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 الفنان ولا الفنان بصفه عامه ماهوش موراليست، ماهوش رجل دين. الفنان عنده حاجه، يرى عنده رؤيه، يرى حاجه يعطيها للسبيكتاتور، يعطيه الكره، والسبيكتاتور ممكن يرجع له ممكن ما يرجعلوش، ممكن ياخذ يمشي يفكر وحده. فأوني با ماناش ملزومين باش نعطيو المشكله في السينما سورتو في تونس، رؤيه الجمهور ولا الصحفيين للسينما التونسيه سورتو الافلام التوانسه اللي تعمل تحس كانه داخل افيك ديزاتونت، عنده انتظارات كبيره معناتها فريمون. فغودار قال حاجه انتريسونت، قال كي معناتها تلمو الجمهور يحب لهالدرجه يعني حاجات من السينما التونسيه، هيجا نعملوا له ديزاتوليي ونوريوه كيفاش يعمل افلام. بتيت تختار كيك جمهور يفهم اللي راهو صناعه فيلم راهي حاجه صعيبه برشا، راهي تكلف برشا فلوس، راهو في تونس ما عندناش اندستري، راهو قاعدين نحاولوا باللو بادجت بالفيلم اللي غير باهظ التكلفه، ما نحبش نقول رخيص التكلفه